جميع المؤشرات أكدت أن لقاء هادي العامري مع السيد مقتدى صدر كان لقاء إيجابيا، هل تعتقد بأن تحالف الفتح سيشارك مع التيار الصدري في تشكيل حكومة الأغلبية بعيدا عن ائتلاف دولة القانون برأيك؟ نعم عزيزتي، وهذا الشيء أنا أكدته من زمان يعني، وأصريت عليه أنه جزء من الإطار التنسيقي، وتحديدا السيد العامري والسيد الحكيم والدكتور حيدر العبادي سيخرجون عن دائرة الإطار التنسيقي وسيلتحقون بركب الهلال. نحن خارج معادلة الحكومة سيد وائل. خليني أكمل أرجوك، خليني أكمل يعني خلي حتى تفهم كلامي زين. يعني ما قاطعتك سلبا بالعكس، بس جاي أوضح لك معلومة. لا نصير مثل من قال لا تقرب الصلاة. خلي نكملها. أقول أنه الثلاث جهات سيذهبون خارج دائرة الإطار التنسيقي وسيكونون ساندين للحكومة غير مشاركين، وهذا الكلام أنا قلته مرارا وتكرارا سابقا، واليوم كل المعطيات تذهب باتجاه هذا الكلام. نعم، وهذه هي أساس رغبة السيد الصدر. السيد الصدر يبحث عن جزء من الإطار والجزء المهم، ويبحث عن من يملك الوزن السياسي أمثال السيد الحكيم والدكتور حيدر العبادي تحديدا، فبالتالي لن يتنازل عنهم، سيكونون قريبين مقربين غير مشاركين بالحكومة ولكنهم مساندين، وهذا باقي الإطار سيذهب إلى المعارضة. بس احنا ذا نجي نقول قسم من الشيعة وقسم من السنة وقسم، ما هي البيت الشيعي اليوم اللي يتكلمون عنه بوجود الصدر وبوجود العامري والحكيم العبادي يكتمل البيت الشيعي. خب البيت الشيعي مو إلا قيس الخزعلي أو نور المالكي، هي هذه الأغلبية الشيعية بأوزانها، بأوزان أسمائها مع الأغلبية السنية مع الأغلبية الكردية، وسنذهب إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية اللي دعا لها مقتدى الصدر. نعم، وضحت الصورة. إذن أشكر ضيفي الحصاد الكريمين رحيم العبودي عضو تيار الحكمة وسيد وائل الحازم السياسي المستقل، أشكر لكما حضوركما.